يقول أنا إمام مسجد وعندي مؤذن لا يشهد صلاة الفجر جماعة ولا يؤذن للفجر، وقد ناصحته كثيرا ولم يفد معه النصح، وكثيرا من جماعة المسجد لا يشهدون صلاة الفجر يتذرعون به، ما واجبي تجاه ذلك؟ واجبك المبادرة بالسعي في فصله وعزله عن الأذان والإتيان بمؤذن يقوم بالعمل، يقوم بالعمل ويكون قدوة صالحة. تراجع مكتب الأوقاف وشؤون المساجد يبدلون هذا المؤذن بمؤذن أصلح منه.